صباح الخير لامون بافام، نتمنى تكونوا بخير. شحال هادي ما درنا واحد الفلوغ في يوتيوب. ناري ناري توحشتكم والله الا صراحه توحشتكم. غادي تجيو تدوزوا النهار معايا، غادي نمشيو نترينيو وناكلو داكشي هيلثي، يقدر نمشيو للبحر باقي ما عرفتش، ولكن المهم كيما القاعده ما تزابيوش وليتس جو. وانا اللي خصني نصوب الفراش. واش فراسكم غير هاد اللعيبه هادي ديال كتصوب الفراش كل نهار كل صباح؟ راه كي بروغرامي شي حاجه في دماغي باش تكون ديسيبليني في شي حاجه، وهاديك هي هاديك هي اللي كنهضر عليكم في انستغرام. ديك الديسيبلين كتبدا بحاجه 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 حتى كتولي واحد الحاجه كبيره. المهم دابا راه خصني نجمع هاد المعانده قبل ما نسوب القهوه. غادي نسوب واحد القهوه ناري، قهوه توحشتها. غاتوقع القهوه ديال بعد رمضان كتجي زوينه. يلا نصوبوها، هادو هاد المعانده باش يكون داكشي الكوزينه نقيه بحال اللي كتقولوا لي في انستغرام. دابا راه كلشي نقي، خصنا ناخذ الماشين ديال القهوه. راه حطيتها الفوق، ايا كنحط لي هاد البونجا هادي هنا باش زعما الا تكثر القهوه ما يوسخش ليا هاد الرخامه الزوينه اللي يلاه بدلنا. ما بين توجد القهوه غير بغيت نقول لكم انا توحشتكم في يوتيوب. شحال هادي ما درت واحد اليوتيوب فلوغ، حيت صراحه كنت مكونسونطري في انستغرام 100%. كنت كنبوستي بزاف في انستغرام، والناس اللي كيعرفوا راه كيشد بزاف في الوقت. راه غير دوك الميني فلوغات اللي كتشوفوا في انستغرام اللي كتشوفوا كيدوزوا واحد 50 سكوند ولا دقيقه، راه بزاف الخدمه والناس ما كيعرفوهاش فورسيمون. ولكن ماشي مشكل، انا عزيز عليا داكشي، راه ولات دابا الخدمه ديالي، وليت بروفيشنال كونتنت كرييتر. وراه كاينين بزاف د الحوايج باقي خصنا نهضروا عليهم، حيت ارا ان ذا باست 3 مانس ماي لايف تبدلات كومبليتلي. عندي واحد الروتين جديده، وليت كنمشي لواحد لاسال اخرى. هاد الشهر ديال رمضان كنتريني غير في الدار، وليت كنخدم بزاف في الدار. داكشي علاش صوب ديك الهوم اوفيس راه شفتوها في انستغرام. وا سمعوا سمعوا الصوت ديال القهوه كتكثر. شوفوا شوفوا، واجي واجي. بصح القهوه نمشيو نضربوها في لاتيراس. يلا دابا فراسكم كل ويكاند كنقول راسي غادي ناخد الكاميرا غادي نفيلم واحد اليوتيوب فلوغ. دائما كنبغي نفيلم واحد اليوتيوب فلوغ، كنلقى راسي كنمشي نفيلم واحد الانستغرام فلوغ. وخليتكم كتسنى، ولكن ماشي مشكل، حيت كاينين واحد النهارات جايين غادي يكون واحد الفلوغات واعرين، وكاينين بزاف الايفنتس غادي نفلوغي لكم داكشي كلشي، غير ما تزابيوش. فيرست كوفي دون، ناخدو الثاني حيت واي نوت، وانا ساندي تشيل. ما عندنا ما نديرو اليوم، ريلاكس. ناري 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 شو نوسخ راسي، شوية نوسخ راسي. I need to clean this. I'm coming back. ماكينة كلينكس افيكاس. وسخ حتى الكوسان، كتوسخ الكوسان بيد بالقهوة. جاليك الكوسان، كانت عندك شي استوج باش تنقى هادشي قولها لي في لي كومونتير. مهم الراحة. يلا هضرت مع صاحبي العربي، قلنا دابا شوية نمشيو نضرب واحد لونترينمون واعر. شحال هادي ما مشيتش نتريني معاه، حيت كيما كتعرفوا راه كيعجبني انا نتريني غير بوحدي، عندي موسيقى في الودنين، كنركز غير على راسي وكنعطي لونترينمون واعر. واحد ساعة ساعة ونص كنخرج كنكون فرحان. Always good vibes. This is one of my secrets to my good vibes. It's time to reply to your comments.
دابا بغيت نهضر معكم على شي حاجه. اجيو اجيو قربوا. في انستغرام كنحاول نجاوب لكل شيء، ولكن كاين شي مرات كنشوف واحد لي كومونتير ناري كيستوني، والله الا كيستوني كنقول واش هادو كيفكروا ولا غير باغيين يكومونتيو شي حاجه غير باش يكومونتي. مثلا كاين شي حاجه كدور في السوشيال ميديا، هي انا عندي اكثر من 24 ساعه في النهار، وكيفاش بغيتيني تكون عندي اكثر من 24 ساعه في النهار؟ عرفت كندير بزاف الحوايج حيت عزيز عليا نكون برودكتيف، هذيك ما نهضروش عليها. ولكن شي كاينين شي حوايج، مثلا في رمضان كنبوستي دي ان ماي لايف دورينغ رمضان، وكنبوستيها واحد ساعتين قبل الفطور، حيت في الميتها يومين هادي ولا شي حاجه بحال هكاك عاد وجدت عاد بوستيت. كاينين شي ناس كيقول لك واش انت في موروكو كتودن قبل من المغرب، حيت هما باقي ما ودناش في ذاك الوقت امتى بوستيت. الناس ما كيفكروش على الكونتنت كيدار قبل عاد كيتبوستا، ما تقدرش زعما تصوب الكونتنت وتبوستيه ترى خدمه، هذيك خدمه بزاف كدوز بها الوقت، كتفكر بزاف باش يكون داكشي نقي زوين ويعجبكم. ولكن المهم انا عزيز عليا دوك الناس كيكومونتيو شي حوايج لا علاقه، حيت كنضحك على راسي. كاين شي واحدين كنجاوبهم، كاين شي واحدين ما كنجاوبهمش، كنخليهم زعما يتفقسوا شي شويه. دابا كنشوف واحد لا سين واعره، واحد العود كيتمشى في الزنقه. اجي اجي نوريك. شوفوا لي دابا العود هذا كيتمشى في الزنقه، واحد الطوموبيله هنا، ترى المغرب هذاك زويون. يلا نوجدو البري ورك اوت ونمشيو نترينيو. عرفت اتس نوت جود تو تيك بري ورك اوت رايت افتر كوفي، حيت ديجا عندك الكافيين كتزيد عليها الكافيين، ولكن توحشت هذا المذاق ديال البري ورك اوت، ديك سباركلينغ اللي كتشربو كيعطيك واحد الطن، عرفتي ديك الطن هذيك توحشتها شحال هذي ما خديتها. دونك بغيت ناخذ معنا شي شويه المذاق غير باش ندوق شي شويه ونمشي نتريني مزيان واحد ساعه ونص، نديرو فول بودي حيت شحال هذي ما مشيت نتريني في لاسال، ونديكم معايا. ما نجيوش ناشطين حنا زعما قبل البري ورك اوت، حنا رفيقين. عقلتوا على البري ورك اوت؟ احسن بري ورك اوت في العالم، كتشربو طن كتفيق مزيان، تيست تروبيكال زوين، ودائما كنشربو الماء بارد. ما تنساوش الا بغيتو هاد البري ورك اوت راه عندكم 10% اوف مع الكود مومباديس، يو وون ريغريت. دابا راه مابقى غير نوجدو البي سي ا ا، نلبسو حوايجنا حيت ما نمشيوش بهاد البيجاما هذا، ونضربو واحد لونترينمون. واش ها هما البي سي ا ا؟ تا هما من عند فيتنس بوتيك، عندكم 10% اوف مع الكود مومبا 10، يو وون ريغريت ات، يو غون لاف ات. هاف تو، انا كنخدم معاهم دابا واحد عامين ونص، احسن كومبليمون اللي قدرت ناخذ هما هادو. عزيز عليا هاد لي كومبليمون اليمونتير، ودابا شي شويه غادي ندير واحد الفيديو في انستغرام وتا هي في يوتيوب باش نقول لكم اشنو تقدروا تاخذوا، كيفاش تقدروا تاخذوا، واشنو هما ذا بيست فيتنس برودكتس ليفل ديالك. وا نارو ما بقاش بزاف. مهم يا مهم، ليتس بريبير ذيس بي سي اي. كاين سكوب، سير دير ليا سكوب، شوفوا ليا سكوب. ولي الماء بارد حتى هو، ما عرفت علاش، ولكن كل حاجه كندير فيها الماء بارد ولا كنشربوا شي حاجه بارده كتكون حسن، داك المذاق ديال البرد كيفيقك. اين ماونتن هاي شيك 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 شيك. احنا وجدنا بي سي ا ا، نمشيو نلبسو حوايجنا. قالينا غير الصاك. شتو لما كانش عندي هادو على لونترينمون ماشي هو هذاك. ايرفونز فور جود ميوزيك موتيفيشن، ليتس جو. اما تزبش هودي، ذيس وان از اولويز وذ مي، دايما كنلبسو عزيز عليا، كونفورتابل اول بلاك. المهم الى باقي ما خديتو الهودي ديالكم سيرو في السيت انترنت، كاين واحد البروموسيون غادي تعجبكم. يو غون لاف ذيس هودي جايز، ارايز ذا كوميونيتي، شو ما تزابيش، تراست ذا بروسيس، ليتس جو تو ذا جيم، ليتس جو ورك اوت، ليتس جو جيف اور بيست. اكشي فنيه. ناري شو نسى البي سي ا اي
واش بان لكم هاد ستيل هذا كاميرا فلوغينغ لا 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 بيس اوت ليتس جو تو ذا جيم. دابا راه كنتسنى صاحبي العربي غادي نمشيو نتريني وانا وياه غادي نديرو واحد الكريزي فول بودي سيشن غادي نفيلم لكم داكشي كلشي. اوا تو فيلم يوتيوب ناري يوتيوب. يلا جايز I'll see you at the gym. Let's rock that Sunday session. Oh yeah. برا برا راني وصلت لاصال دابا غادي نبدا شويه جامب روب واحد 30 دقيقه غير باش نسخن شي شويه ونضرب واحد شويه ديال الكارديو ومن بعد we're gonna go beast mode for the food. الغبي باقي كيصور كملنا السيشن دوشنا هو باقي كيصور شوفوا كونتنت كرييشن كي داير. دابا كملنا واحد الكريزي ورك اوت سيشن غادي نمشي للدار ما عرفتش كاع واش غادي اشنو غادي نصوب حيت راه ما عندي والو في الدار كلشي مسدود عندي واحد 250 غرام قول تقريبا ديال اللحم نشوف واش نديرو شي بات بولونيز نصوبوها ب بشوية ديال لي ليغوم ولا شي حاجة بحال هكاك بعدا نبقاو هيلثي حيت هيلثي از ايفريثينغ ريمبر جايز هيلثي از ايفريثينغ اند اي جست وونتد تو سي كاينين بزاف منكم كتشوفوا هاد لي فيديو اند يو نوت سبسكرايب تو ذا شانل هاي سبسكرايب تو يوتيوب شانل ليتس ميك ذيس شانل جو فايرال اه ليتس جو تو ذا مليون حنا غادي نمشيو مليون اون انستا دابا ليتس جو تو ذا مليون اون اون يوتيوب جايز اورايت سبسكرايب لايك ذيس فيديو شير تو يور فريندز المهم شو ما تزابيوش ونتلاقاو في الدار باش نديرو شي كوزينه زوينه. And we are back in the lab baby. Let's go. دابا غادي نصوب. بعدا خصني نشوف اش ما عندي. وترى عندي انا الثلاجه خاويه هو الحم هو اللي كاين. المهم كاين الحم كاين الخضوره غادي نصوبو شي حاجه زوينه كاينه لي بات كاينه كينوا وكاين الخير موجود بروتين بدا الخضوره عرفتوا شحال هادي ما كليتش باستا بولونيز ملي غادي نصوب واحد الباستا بولونيز او الربعه هادي وانا ما قلت لكمش راه فقت مع طل فقت كل مع ديك ال11 حيت بدلو الساعه زادوا الساعه دابا من بعد رمضان دوك فقت مع طل ديت القهوه عاد مشيت للجيم عاد رجعت هنا وكان فيلمي داكشي كتفيلمي كتطول الوقت اكثر instead of spending 1 hour at the gym you spend 2 or 3 hours at the gym حيت كتفيلمي حتى هي. المهم ماشي مشكل دابا نصوبوا واحد healthy باستا بولونيز مع لاصوص طوماتي احمر بروتينات يلا ليتس جو
اولا غادي نبدا نقطع الخضره ياك، من بعد غادي نستعمل هذه الباستا انتغرال، حيت الا درتو باستا انتغرال راه احسن من الباستا العاديه. دابا راه كنوزن في داكشي اللي كناكل غير باش نعرف تقريبا اشنو كناكل في النهار، زعما الا قطعت واحد لوبيرجين شحال الكالوريات هما هذوك لوبيرجين، قطعت البوفلا خضراء شحال الكالوريات في الفوفلا الخضراء، غادي نوزن هذا اللحم باش نعرف شحال الكالوريات هما فيه في اللحم، وهذه كنديرها غير مره غير باش نعرف اشنو كناكل. هذيك ضروريه خاصكم ديروها، خاصكم تعرفوا اشنو كتاكلوا كيفاش كتاكلوا باش يكونوا عندكم ديك الكونشسنس ديال كناكل بزاف ما كناكلش بزاف، حيت بزاف الناس كيصحاب ليهم كياكلوا مزيان ولكن كيزيدوا في الوزن. علاش كيزيدوا في الوزن؟ حيت راه ما كيعرفوش بالضبط شحال الكالوريات فيه في داك الطبسي اللي غادي يوجد. 230 غرام لحم، وخاصكم تعرفوا هاد اللحم لحم ريجيم. شنو هي اللحم ريجيم؟ كيحيدوا فيه هذيك لاغريس كامله، ديك الشحمه ديال اللحم كيحيدوها، كتجي شويه ناشفه ولكن ماشي مشكل، انا الفيتنس جولز ديالي كيكونوا مور امبورتنت دان الشحمه اللي كاينه في اللحم. وزن الكاربز ديالك مهمه، هذه هي المهمه، حيت راه هاد الكاربز هادو يقدروا يبدلوا لك حياتك. الكارب مزيان، انا عزيز عليا ندبر لي بات الروز وداك الشيء، الكاربز مزيان، اللي قال لك راه خاصك تحيد الكاربز باش تطيح الوزن ماشي بصح، ولكن ما ديرش بزاف. انا كندير تقريبا 20 ولا 30% ماكسيموم ديال لابور كالوريك ديالي في الكاربز، وكنعرق بروتينات. شتي مثلا دابا درت غير 100 غرام ديال هاد لي بات هادو، راه فيها 351 كالوري في 100 غرام. الا درتو هادي كامله وفيها اقل من 50 كالوري، وهادي غير هادي راه فيها 350 غرام ديال الكالوري. وشوفوا غير باش تعرفوا، راني كليتو بزاف د الفيجيز ودرتو غير شويه ديال الكاربز، راه غادي طيحوا الوزن. الا درتو واحد الطبسيل ديال الفيجيز كبير شبعتو وزيدوا عليها البروتينات، احسن حاجه تقدروا ديروا. دابا نزيد شويه العطريه في هذا اللحم. ايبيس مكسيكان، ناري داكشي، واحد الريحه واره كتجي زوينه. يلا نزيدوا اللحم بروتين. واو داك شي كيبان، واحد الريحه ناري. نزيدوا عليه لي بات. واو واحد الغديوه، وانا قلت لكم ما عندي والو في الدار. دابا داكشي ساهل، كانت عندي لحم شويه د الفيجيز خديتهم كاملين خلطتهم، طيب داكشي زدت عليه لي بات. صراحه there's no excuse to eating healthy. What the داكشي كيشدك 10 دقائق، وشوفوا ليا هادشي طبسيل قدو قداش. عرفتوا علاش؟ حيت فيه بزاف الفيجيز، هادي راه واحد لا تكنيك واعره باش تقدر تاكل بزاف تشبع وما تاكل زعما الكالوريات كثار. هاد الغداء هادي فيها قل من 800 كالوري، ارسي وار 60 غرام البروتين. ترى كيفاش تقدر تقولوا ليا ما تقدرش زعما تاكل هيلثي ويكون داكشي تيستي؟ عندو نقولوا لك داكشي. easy quick healthy and super tasty. شحال الغدا؟ وهادي 4:30. يلا كنتغدى.
ورا شبعت وباقي ليا هادشي كلشي. وقولوا لي if you want abs you don't have to eat, if you want abs you have to eat clean. صافي easy to eat clean. عندكم دوك little changes to make in your diet وصافي just little changes. راه تقدر تاكل البرغر البيتزا الباستا اللي بغيتي تقدر تاكلو, غير خاصك تبدل شي حويجات في دوك في ديك الماكله وصافي كل على خاطرك. احنا كنضرب الباستا شبعت وباقي خاصنا نكملو حتى عمر بروتينات. We want some gains baby. مهم غادي نكمل هادشي. كملت الغدا و You use the music you're not allowed to use. غادي نغسل الموان. هذيك واحد استراتيجية هي زوينة كتكمل الغدا ديالك ولا كتكمل تاكل شي حاجة كتغسل الموان, ماشي كتخليهم وعاد في الليل كتغسلهم. لا 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 كاين ديك العجز. انا كنكمل شي حاجة كنغسلها الموان باش طيبت بهم قليا ما باقي كاين. يلا غادي نغسلهم, غنغسلهم دابا الغسله هادي نبوزاو شي شويه ونهضروا انا وياكم شي شويه. يلا 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 معايا نهضروا شي شويه شي جليسه زوينه. شحال اللي ما كسنا كي دايرين بس. مهم توحشتكم, توحش الفلوغات في يوتيوب, توحش زعما نبارطاجي معكم هاد الانرجي في يوتيوب. كنبارطاجيها في انستغرام اييه, ولكن يوتيوب في شي شكل يوتيوب كتكون الفيديوهات طوال وزوينين حتى كتكونيكت اكثر مع الناس. تسنى تسنى وانا اش كندير, وانا اش كندير, كنبدا نهضر معكم دابا بحال هكا وباقي ما جبت ديك التوشيه الزوينه. تسناو تسناوني انا راجل. واش كاينه شي جليسه زوينه بلا القهوه؟ التراسير القهوه هي دابا نقدروا نريحوا نهضروا انا وياكم. مهم في الاول الفيديو قلت لكم انا بزاف د الحوايج تبدلوا في حياتي, وداكشي علاش ما بقيت كندير الفيديوهات يوتيوب حيت كلشي تخدمت وما بقيتش اورغانيزي, ما بقيتش كانت عندي ديك الروتين اللي كانت عندي قبل. علاش؟ حيت قلت لكم انا خدام في البني, خدام في الكونتنت كرييشن, خدام في الويلنس, خدام في لاتيك, خدام في بزاف د الحوايج. ومن بعد راس العام, من بعد ديك اخر فيديو اللي بوستيت لكم ديال كينيا, رجعت المغرب ولكن ما بقيتش كنعس. كانت شي حاجه مبلوكيا في راسي, كنفيق بكري ما عرفتش علاش كنت كنفيق بكري ومبرزط في راسي. بقيت كنتسنى, بقيت واحد الشهر وكنفكر كنفكر كنفكر وقلت لراسي راه مومبا ياسين كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك خاصك تبدلها. دونك خديت دي ديسيجن وقلت عندي واحد الباشن كونتنت كرييشن والويلنس, دونك غادي نتفوكاليزا 100% في هاد الجوج هاد. من شهر 3 ديال هاد العام هذا بديت كنت كونسونطرا 100% انتو كونتنت كرييشن and wellness. هيت عزيز عليا الكونتنت كرييشن, عزيز عليا نبارطاجي معكم الروتين, نبارطاجي معكم الديسيبلين باش نتوما تقدروا زعما تكونوا ديسيبليني. نزيدوا شي شويه القهوه. ومهم بزاف الناس ما كيعرفوش داكشي اللي كاين مورا الكونتنت كرييشن. راه فيها بزاف د الحوايج, دائما كتفكر في شي حوايج جداد باش تقدر زعما تجيبهم للكوميونيتي ديالك. وهذيك راه خدمه, وخدمه صعيبه ولكن خدمه زوينه فنه الى عجبتك, وانا عزيز عليا داكشي. دونك بديت كنركز بزاف على الكونتنت كرييشن باش نجيب لكم هاد الجود فايبس ديالي, نجيبها لكم في التليفونات بيهايند ذا سين بيهايند ذا كاميرا. التلفازه الا شفتوني دابا في التلفازه, نتوما اللي عطيتوني هاد الباور باش نقدر ندير داكشي اللي كيعجبني في حياتي. مهم دابا راه غادي نفكر في بزاف الكونسيبت باش نقدر ندير يوتيوب فيديوز ونبقى ندير كونتنت كرييشن ونبوستي. ورا كاينه شي حاجه جديده تاهي في الدار نوريها لكم, غادي يعجبكم. داكشي راه ديجا شفتوها زعما في الانستا. انا ولات عندي واحد الهوم اوفيس باش ندير الايديتينغ. دابا علاش درت هاد الاوفيس؟ حيت راه وليت كندوز بزاف د الوقت في الدار, كنخدم في الايديتينغ, كنخدم في المونتاج, كنخدم زعما باش نفيلم لكم هيلثي ريسيبيز وداكشي. دونك الدراسي خاصني نسوب واحد الاوفيس باش نبقى مركز في ديك البلاصه ويكون عندي زعما واحد الروتين ديال كنفيق كنمشي نخدم, ولا كنفيق كنمشي للجيم, كنرجع للدار كنمشي نخدم, ومره مره حتى هي كنمشي في الاوفيس اللي كتعرفوا كامل. المهم I'm gonna post more YouTube videos for you guys, so don't forget to like, subscribe, and turn on the notification button so you don't miss the next one. Guys, mazza peush!